لونجو متباين بكل صراحه، مستقبل جابس كان ضمن البقاء نتاعو. بن قردين حاجتها بالماتش، اذا توجدت لونفي هذه وعرف المدرب سمير السليمي كيفاش يمرر الفكره هذه لملاعبيته فانه قادر على تحقيق نتيجه ايجابيه. شكرا ليك جمال حاجي المدرب والمحلل، مبارك زتال المدرب والمحلل، شكرا ليكم على التحليل ما قبل المباراه. نمر الكلمه الى زملاء مراد بقره وحافظ بن عامر للتعليق على الشوط الاول، ثم لنا عوده ان شاء الله بين الشوطين. شكرا لك حيدر وشكرا كذلك لمبارك وجمال. مشاهدينا الكرام على الوطنية الثانية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا أهلا وسهلا بكم في الملعب الأولمبي بجابس، ولقاء مهم جدا للفريق الضيف الاتحاد الرياضي ببن قردين في الجولة 25 قبل الأخيرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موسم 2017-2018، بينما الفريق المضيف المستقبل الرياضي بجابس بعد الاطمئنان نهائيا على مصير بقائه في الرابطة المحترفة الأولى اليوم بتشكيلة كما كنتم تسمعوا في البلاتو مغايرة جدا للفريق اللي عرفناه طيلة هذا الموسم. كالعادة التعليق سيكون ثنائي اليوم، صحبة الزميل مراد بقرة. مرحبا بك مراد. مرحبا بك حافظ، مرحبا بكل مشاهدي الوطنية الثانية في كل مكان في هذا النقل المباشر من ملعب جابس الأولمبي، مباراة فريق مستقبل جابس والاتحاد الرياضي ببن قردين، مباراة كما كنتم تسمعوا عندها أهمية بالغة بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي ببن قردين اللي صارع من أجل ضمان بقائه بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، في حين أنه فريق مستقبل جابس في أريحية بعد ضمان بقائه بهذا القسم. مباراة نذكر أنها دور بحضور الجمهور بعد العقوبة اللي تم رفعها من قبل مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، أو بالأحلى التقليص منها من 5 لقاءات إلى 2 لقاءات فقط. على هذا جمهور جابس بالرغم من قلته اليوم أنه موجود في مدرجات جابس. حافظ نرجع لك مع استعراض تشكيلة الفريقين. بالفعل إذن بالنسبة للفريق الضيف الاتحاد الرياضي ببن قردين، مروان بريك في حراسة المرمى، ثم إدريسا كوليبالي، ياسين بوفالغا قائد فريق، جوهر بن حسين، أحمد الرداوي، حسام الطبوبي، محمد علي طرابلسي، شمس الدين الصامتي، لسعد الجزيري، خالد يحيى، وشهاب الزغلامي. وانطلاق المباراة في هذه الآونة مشاهدينا الكرام هنا في الملعب الأولمبي بجابس، نعطيكم التشكيلة الاحتياطية لفريق اتحاد بن قردين. وليد كريدين في حراسة المرمى كحارس مرمى احتياطي، ثم لوا لوا، رفيق المديني، حسام السويسي، محمد أمين بن اسماعيل، والكرة الأولى والهدف الأول، الهدف الأول في 18 ثانية بالضبط، خالد يحيى، هدف باغت وفاجأ الجميع. 18 ثانية ينجم يكون من أسرع الأهداف في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، هدف مقابل صفر منذ الثواني الأولى واللحظات الأولى لهذه المباراة. واحنا نتحدث عن أهمية هذا اللقاء مشاهدينا الكرام، وجه لوجه يدخل خالد يحيى في أول لمس للكرة، شوفوا التمريرة ممتازة في ظهر الدفاع، وخالد يحيى وجه لوجه يغالط الحارس البشير بن سعيد، الحارس الثاني في تشكيلة المستقبل الرياضي بجابس، ويفتتح النتيجة كما قلنا في مباراة مهمة جدا مصيرية، وطبعا مباراة قد تبقي فريق الاتحاد الرياضي ببن قردين في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إذا هدف مقابل صفر منذ 18 ثانية مراد، وهدف سريع قلت يجم يكون من أسرع أهداف الرابطة المحترفة الأولى هذا الموسم. بالفعل بداية سريعة جدا خاصة من جانب فريق اتحاد بن قردين، 18 ثانية فقط، وكان على موعد مع الشباك بعد ما تمكن السريع خالد يحيى من إحباط عملية التسلل والانفراد بمرمى الحارس بشير بن سعيد ومغالطته بالطبيعة. نرجع لاستعراض تشكيلة الفريقين بالنسبة مازال فقط بالنسبة لبنك الاحتياط، قلت وليد كريدين، لوا لوا، رفيق المديني، حسام السويسي، محمد أمين بن اسماعيل، حلمي بلاغة، صابر الهمامي. هذه التشكيلة الاحتياطية اللي خلاها اليوم سمير السليمي على بنك احتياط فريقه. ونمشيه مباشرة لتشكيلة مستقبل جابس. نعم بالفعل تشكيلة مستقبل جابس اليوم مع عديد التغييرات، بشير بن سعيد اليوم نجدوه في حراسة المرمى، مروان السعيدي، محمد الشيباني، حسام زرلي في رأس القادري، حليم الدراجي، زياد الشاوش، باسم النفطي، مهدي سعادة، سليم المزليني، وسيف الدين الجربي. بالنسبة لبنك البدلاء الحارس مرمى ثاني الصادق الدبشي، في راس غومة بلال بن إبراهيم، زهير عطية، عبد العزيز القشي الجزائري، سليم الزكار، وأسامة السراي. بالنسبة لمدرب فريق مستقبل جابس هو اسكندر القصري، ويدرب اتحاد بن قردين كما هو معلوم سمير السليمي. بالنسبة لطاقم تحكيم هذه المباراة يتولى إدارتها الحكم الدولي الصادق السالمي كحكم ساحة، يساعده رمزي الحرش كمساعد أول، وجمال الدرعي كمساعد ثاني، حكم رابع حمدي السعودي، يراقب المباراة ياسين حروش والمنسق العام لهذه اليوم
المباراة هو محمد العربي الدبابي، نلعب في توقيت تقريبا 3 دقائق لعب في الشوط الأول، مباراة فريق مستقبل جابس والاتحاد الرياضي ببنقردين، والتقدم للفريق الضيف بواسطة خالد يحيى 18 ثانية فقط، هدف مقابل صفر. بالفعل إذن بداية سريعة جدا في هذه المباراة مشاهدينا الكرام، والتمريرة كانت ممتازة لخالد يحيى، قلت في ظهر الدفاع ويحبط عملية التسلل ويدخل خالد يحيى غارة الحارس بشير بن سعيد في ظل غيابات عديدة مراد في تشكيلة المستقبل هذه بجابس. يعني كان نذكر بعض الأسماء، اسكندر العقربي بسبب الأنذار الثالث، كواسي اللي تحصل على الورقة الحمراء في لقاء الكأس ضد النجم الساحلي، ثم لمجد عامر، فهمي قاسم لأسباب صحية، نضال سعيد كذلك لأسباب صحية، وصدام بن عزيزة لأسباب خاصة. تقريبا التشكيلة الأساسية اليوم غير موجودة لأنه بلال بن إبراهيم كذلك موجود على بنك الاحتياط، وعبد العزيز القشي هو الآخر كيف موجود على بنك الاحتياط. وهذه كرة تخرج إلى الركنية لصالح اتحاد بنقردين، يضرب بقوة منذ انطلاق المباراة. قلت نقايص عديدة في المقابل، تقريبا نفس التشكيلة اللي لعب ضد النادي الصفاقسي بالنسبة لسمير السليمي، ما عدا دخول لاعب متوسط الميدان الهجومي محمد علي طرابلسي كأساسي اليوم، والبقية هي نفس التشكيلة اللي قاعدة تقدم الحقيقة في مردود طيب مراد في كل اللقاءات، ولكن ربما في 3 لقاءات الأخيرة النتيجة ما تبعتش بالنسبة لتشكيلة سمير السليمي. كذلك نشير إلى الغياب البارز بالنسبة لاتحاد بنقردين بهاء الدين السلامي، اليوم نجدوه متغيب على هذه المباراة بسبب الأنذار الثالث. أكيد المدرب سمير السليمي أكيد عنده المعوض بالنسبة لهذا اللقاء اللي عنده أهمية خاصة بالنسبة وانعكاساته كذلك بالنسبة لفريق اتحاد بنقردين بالنسبة لمسألة ضمان بقائه ببطولة الرابطة المحترفة الأولى. حافظ، نعم، الكرة ترجع في وسط الميدان عند المستقبل الرياضي بجابس، والكرة طويلة من محمد الشيباني تخرج مباشرة خارج الميدان، ضربة مرمى لفريق اتحاد بنقردين، هذا الفريق اللي يحتل المرتبة 12 في الترتيب العام برصيد 20 نقطة، صحبة الترجي الرياضي الجرجيسي، ثم بعدهم نادي أولمبيك مدنين الثلاثي المعني بالنزول إلى الرابطة المحترفة الثانية. في الحقيقة زوز معنيين بالنزول الآلي، والفريق رقم 12 هو اللي باش يلعب مباراة البراج ضد الفريق الثالث من الرابطة المحترفة الثانية. هذا هو يعني النظام المسابقة ونظام البطولة. كرة ترجع عند حسين مزرلي لفريق مستقبل جبس، أكيد ماهوش باش يلقى الآليات نتاعو اليوم الفريق، على اعتبار يعني دخول العديد من اللاعبين للتشكيلة الأساسية على غرار فراس القادري، أول مباراة لهذا اللاعب الشاب في تشكيلة مستقبل جبس. والكرة عند شهاب الزغلامي، يربح المخالفة، عملية الاعتراض يعلن عليها حكم المباراة صدق السلمي، المباراة 7 بالنسبة للحكم صدق السلمي. نعرفه هذا هو اللاعب شهاب الزغلامي ملقى على أرضية الميدان، قلت نعرفه تقريبا قضى 1.5 شهر في الشان الحكم صدق السلمي، كذلك قضى مدة في مصر في ملتقى حكام النخبة صنف A، وكذلك معين لإدارة مباراة في رابطة الأبطال تجمع مولدية الجزائر، ديربي يعني مغاربي مع الدفاع الحسيني المغربي. ان شاء الله نهار 6 مايو بالنسبه لصدق السلمي، والمخالفه عندك مراد. نعم، على ذكر صدق السلمي نشير الى انه هو من مواليد سنه 1984، 34 سنه، اصيل القيروان، تقني سامي في الصيانه الفنيه، بدا مشواره مع التحكيم سنه 2001 ودخوله القائمه الدوليه كان سنه 2016. نرجع للمباراه بكره لحارس مرمى مستقبل جابس بشير بن سعيد، يعمل مراوغه، تبقى الكرة عند فريق مستقبل جبس عن طريق الظهير الأيسر اللاعب زياد الشوش، تمشي الكرة في وسط الميدان، تغيير كلي للعب، اللاعب مروان السعيدي، مروان السعيدي يتقدم بالكرة، هجوم لفريق مستقبل جبس بيرجع في المباراة كما ذكرنا، بالرغم من أنه عديد الملاعبية اليوم ما هوش يشاركوا باستمرار بالنسبة لمقابلات البطولة، ولكن هذه هي باعتبار أنه الفريق ضمن بقاؤه حسابيا بالرابطة المحترفة الأولى. على هذا المدرب ارتأى أن يقوم بعدة تغييرات بالنسبة للقاء اليوم، وأكيد كذلك يفكر في الموسم القادم بعد ما تأكد تقريبا أنه عديد الملاعبية باش تغادر فريق مستقبل جبس، وأولهم صدام بن عزيزة اللي تأكد أنه باش يرجع لفريق الأم، فريق النجم الرياضي الساحلي. تمشي الكرة إلى حارس المرمى فريق الاتحاد الرياضي بنقردين مروان بريك، ويبقى لاعب من فريق مستقبل جابس ملقى بالقرب من الدائرة المركزية
وسط الميدان دخول الحماية المدنية لإخراجه على النقالة لتلقي الإسعافات على خط التماس. حضور جماهيري قليل، طقس حار نسبيا هنا في ملعب جيبس الأولمبي. كما ذكرنا إلى حد الآن تقدم فريق الاتحاد الرياضي بن قردان بهدف مقابل صفر، هدف خالد يحيى في الثانية عدد 18. يعني هدف كما ذكر حافظ تقريبا يعتبر من أسرع الأهداف اللي تسجلت في بطولة الرابطة المحترفة الأولى هذا الموسم، وتوصيات أكيد من المدرب بالنسبة للاعبين فريق مستقبل جابس كذلك وحوارها. وأمامكم صاحب الهدف خالد يحيى موجودة على الصورة، صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن لفريق الاتحاد الرياضي ببن قردان. على ذكر خالد يحيى، مراد هو الهدف الرابع لهذا اللاعب، اللاعب اللي قدم إضافة كبيرة بكل صراحة هذا الموسم، يعني تقريبا هو ثلاثي خطير جدا ويرعب كل الدفاعات، خالد يحيى وكذلك الأسعد الجزيري ومعاهم شهاب الزغلامي. قدموا شطر الموسم، يعني ما نحكيوش على الشطر الاول الشطر الثاني نتاع الموسم، يعني مرحله الاياب كانت ممتازه جدا بالنسبه لهذا الثلاثي اللي اعطاه برشا فارق على مستوى الهجوم وعلى مستوى تسجيل الاهداف، لانه باش تلقاو الأسعد الجزيري كثاني هداف الان في البطوله بثمانية اهداف، واليوم خالد يحيى يوصل الى 4 اهداف 12 هدف بين زوج لاعبيه، يعني يعتبر يعني مجهود كبير قدموه هذا الثلاثي الهجومي بالنسبه لفريق اتحاد بن قردان. ازيدك حافظ، بالنسبه للأسعد الجزيري من مجموعه 8 اهداف اللي سجلها من بينها 5 ضربات جزاء بالنسبه لمهاجم فريق الاتحاد الرياضي بن قردان ابن فريق النجم الرياضي الساحلي الأسعد الجزيري. نرجع بكم للمباراه، هاي امامكم الكره والخطا لفريق مستقبل جابس، يجي مجنب شويه على يمين الحارس مروان بريك حارس مرمى فريق الاتحاد الرياضي بن قردان. الكرات الثابته وما ادراك ما الكرات الثابته، وتحركات داخل منطقه الجزاء لفريق الاتحاد الرياضي بن قردان. هل يعود في المباراه فريق مستقبل جابس؟ كره ثابته هي امامكم على الصوره وتحركات داخل منطقة الجزاء، تنفيذ خطير، الكرة هدف التعادل، والحكم كان رفع الراية وكذلك المساعد الثاني كان رفع الراية واحتجت من لاعبي مستقبل جابس جمال الدرعي، المساعد الثاني كان رفع الراية وبالطبيعة صادق السلمي يلغي هدف أبيض لفريق مستقبل جابس. حتى ونثبت على الصورة هاي أمامكم موجود في موقع التسلل واضح، هاي الصورة أمامكم على كل عاود نعاود نثبت امامكم الصوره، والحكم الصادق السالمي بالطبيعه بعد اشاره من جمال الدرعي يشير الى انه المهاجم مستقبل جابس كان موجود في موقع التسلل بحسب تقديرات حكم المباراه الصادق السالمي وكذلك المساعد الثاني جمال الدرعي، والصوره كانت امامكم ولكم الحكم. هو الحقيقه مساعد الحكم هو اللي يرفع الرايه مراد، صحيح، واعطى الاشاره لحكم المباراه للاعلان عن تسلل. على كل الصوره كانت امامنا الناس الكل، وطبعا ربما زاويه التصوير ما تعطيناش الحقيقه الكامله، ثم برشا اجتهادات، ولكن الحكم يعني يعلن عن تسلل وهدف ابيض لفريق مستقبل جابس اللي كما كنت تقول قاعد يحاول باش يرجع في المباراه ويعدل على الاقل النتيجه في هذا الشوط الاول. ادركنا الان تقريبا 11 دقيقه بالضبط في المباراه، دائما هدف مقابل صفر للفريق الضيف الاتحاد الرياضي ببن قردان اللي يبحث عن 3 نقاط حتى يبقي على حظوظه كامله، يعني للبقاء في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، بينما تقريبا الموسم انتهى بالنسبه لفريق مستقبل جابس، يعني بعد الخروج من نصف نهائي كاس تونس اللي يعتبر في حد ذاته انجاز واول مره يصله الفريق مستقبل جابس، كذلك كما قلنا الاطمئنان نهائيا على البقاء في الرابطه المحترفه الاولى، وكاني بالفريق مراد بدا يحضر من الان للموسم القادم ويغلق ملف الموسم الحالي على الاقل اداريا. نعم، وكذلك ما ننساش حافظ بالنسبه لفريق مستقبل جابس يلعب على سمعته، يلعب على احترام الميثاق الرياضي، اكيد اليوم باش يلعب مباراه وهو كما لاحظنا ثم هدف ملغى، هذا يعني يبين انه فريق مستقبل جابس يلعب وباش يدافع على حظوظه، ما ثماش ملاعب اساسي وملاعب احتياطي، الملاعبيه الكل الموجودين على ارضيه الميدان يدافعوا على الوان الفريق. هو بكل صراحه باش نكونوا واضحين وصراحة مع الرياضيين الكل، يعني الفريق اللي يبدا في وضعيه مثل هذه ما تكونش طيبه ياسر في نهايه الموسم، وقت اللي يطمئن على المصير البقاء ويخرج من دور نصف نهائي في الكاس، نعرفوا اللي ثم تململ وصعيب باش تسيطر على الملعبيه، ثم شكون يطالب بمستحقاته، فما ملعبيه كما لم تعامل غير موجود يعني في جابس خرج يعني من الفريق، صعيب باش تسيطر على ملعبيه في نهايه المطاف، يعني في 2 جولات الاخيره
ما فماش اهداف مرسومه قدامها. وكذلك حافظ بالنسبه للملاعب التونسي العقليه نتاع الملاعب التونسي، يعني قد ما تحاول تقنعه انه ربما المباراه تعنيه، يعني عنده يعني في قرارة نفسه يعني انه المباراه يعني ما تعنيش، وقد ما يعني اصعب الاشياء بالنسبه للمدربين انك تقنع الملاعبيه ان المباراه تهمهم. بالفعل نعود للمباراة من جديد مشاهدينا الكرام، والكرة عند المستقبل الرياضي بجابس على الجهة اليسار، زياد الشاوش تدخل الكرة لوسط الميدان، تتلعب الكرة في اتجاه مهدي سعادة وما تعداش لسيف الدين الجربي، يقطعها إدريسا كوليبالي والكرة تعود في وسط الميدان من جديد، حسام زرلي يلعب كرة مع حليم الدراجي. حليم الدراجي واحد من أبرز الملاعبية في تشكيلة مستقبل جابس، وتتفكروا الكره والهجوم المعاكس عن طريق شهاب الزغليمي لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردين. الهجوم المعاكس شهاب الزغليمي خرج كره داخل مناطق الجزاء، والمطالبه بمخالفه الحكم يطلب اللعب، المطالبه بعمليه الاعتراض من مدافع مستقبل جابس الاسعد الجزيري كان هو صاحب العمليه بعد ما اخذ كره الاعاده. شوفوا الاعاده شهاب الزغليمي، الاسعد الجزيري حب يدز كره بالمدافع محمد الشيباني وطالب بمخالفه، لكن الحكم كان قريب يعلن عن مواصلة اللعب، يبقى الأسعد الجزيري ملقى على أرضية الميدان. مرة أخرى الإعادة والكرة واضحة الحقيقة، ثم مطالبة بمخالفة ضد مدافع مستقبل جيبس لأنه لعب الكرة الأسعد الجزيري، دز كرة بالمدافع حاب يواصل العملية، لكن المدافع يعني اعترض المهاجم، يبقى على أرضية الميدان. الأسعد الجزيري هداف فريق اتحاد بن قردين وكذلك ثاني هداف البطولة بعد علاء الدين المرزوقي مهاجم النادي الرياضي الصفاقسي. مازال نشوفوا مرة أخرى الإعادة، نشوفوا الدخول، وربما الحكم اعتبر أنه الجزيري هو اللي بدا العملية ضد المدافع. شوفوا الإعادة مرة أخرى، هذه هي معناها الإعادة، حب يدخل يعني بالقوة لسعد الجزيري. هو كل واحد والقراءة متاعه بالطبيعة. أمامكم الصورة، ثم شكون يعتبرها أوبستريكسيون، ثم شكون يعتبرها الملاعبي هو اللي دخل مهاجم اللي يرتكب الخطأ. يعني كل واحد وقراءته بالنسبة للعملية هذه، لكن حكم المباراة صادق السلمي ارتأى أنها ضربة خطأ لفريق مستقبل جيبس. بالفعل ربع ساعة منذ انطلاق المباراة مراد، والتقدم يبقى دائما لفريق اتحاد بن قردين اللي ما عندوش حتى خيار اليوم إلا 3 نقاط. على كل نرجع بكرة لفريق مستقبل جيبس. فريق اتحاد بن قردين ظاهر أنه يلعب الهجوم بالنسبة للقاء اليوم، تمشي كرة من الحارس إلى اللاعب حسام زرلي، كان أصيب قبل قليل يعمل مراوغة بشهاب الزغليمي، يوزع الكرة، يبقى الهجوم لمستقبل جيبس، وياسين بوفالغا يرتكب الخطأ، لكن حكم المباراة صادق السلمي يعطي الأسبقية، يبقى الهجوم، يصعد زياد الشاوش في المعادلة الهجومية، يبقى الهجوم لفريق مستقبل جيبس. باسم النفطي يرجع الكرة إلى الخلف، تبادل الكره بين لاعبيه مستقبل جابس يرجعوا بها حتى الى مناطقهم الخلفيه، بطبيعة اخراج فريق اتحاد بن قردين من مناطقه الخلفيه، وقت يضيع الكره اغلب لاعبيه فريق اتحاد بن قردين يرجعوا الى مناطقهم الخلفيه، تمشي الكره اسرع من باسم النفطي، تمشي ضربه مرمى لفريق الاتحاد الرياضي ببن قردين. قلت حسام زرلي اصيب تقريبا قبل قليل، ولكن لاباس يسترجع مكانه في محور دفاع فريق مستقبل جابس. وامامكم على الصوره مروان السعيدي المدافع الشاب لفريق مستقبل جابس، يضع الكرة في مكانها مروان بريك حارس مرمى فريق الاتحاد الرياضي ببن قردين. اللاعب إدريسا كوليبالي صخر الدفاع فريق الاتحاد الرياضي ببن قردين، تنفيذ ضربة المرمى، لكن الكرة ترجع مخطئة، تمشي قطعها من قبل حسام الزرلي مرة أولى، وياسين بوفالغا يرتكب الخطأ، ولا مخالفة لفريق مستقبل جابس في منطقة وسط الميدان، عديد المخالفات لفريق مستقبل جابس. حليم الدراجي في تنفيذ هذه الكرة الثابتة لأبناء المدرب اسكندر القصري، تنفيذ هذه الكرة الثابتة، يلعب الكرة تمشي إلى اللعب، حليم الدراجي يوزع في اتجاه باسم النفطي، يعمل ترويض للكرة، يحاول ينطلق جناحها أيسر أمامه المدافع، ما يتمكنش من المرور، يسقط على أرضية الميدان، والحكم يعطي الخطأ لباسم النفطي لفريق مستقبل جابس. وأكيد في تنفيذ الكرات الثابتة عبد الحليم الدراجي، هاي أمامكم المخالفة والخطأ اللي تم ارتكابه من قبل اللاعب محمد علي الطرابلسي على اللاعب باسم النفطي متوسط ميدان فريق مستقبل جابس. كرة أخرى ثابتة بالنسبة لفريق مستقبل جابس، نتبعها في المباشرة عبر الوطنية الثانية
كل المشاهدين في كل مكان. عبد الحليم الدراجي كرة ثابتة، كيف سيكون التنفيذ هذه المرة؟ تحركات داخل منطقة الجزاء ولكن التنفيذ كان خطأ، تمشي كرة بعيدة على مرمى الحارس. مروان بريك في توقيت تقريبا 18 دقيقة لعب في الشوط الأول، تقدم الاتحاد الرياضي بن قردين أمام مستقبل جابس هدف مقابل صفر، هدف خالد يحيى في الدقيقة أو في الثانية عدد 18 بالنسبة لهذه المباراة حفظ. بالفعل إذا ترجع الكرة بضربة مرمى لفريق اتحاد بن قردين، والحارس مروان بريك في تنفيذ ضربة المرمى بعد ضغط حاول يفرض فريق المستقبل الرياضي بجابس اللي حاول يلعب يعني الهجومات المنسقة والاعتماد على فنية عبد الحليم الدراجي وكذلك باسم النفطي، بينما في كل مرة يتحين الفرصة مثل الهجومات الخطيرة السريعة المعاكسة اتحاد بن قردين والاعتماد على سرعة خالد يحيى وكذلك اللاعب الأسعد الجزيري. ترجع الكرة من جديد لحارس مرمى اتحاد بن قردين مروان بريك، تقريبا 19 دقيقة منذ انطلاق هذه المباراة، هدف مبكر سريع بالنسبة للفريق الضيف، والكرة عند مستقبل جيبس في ظل الغيابات البارزة، ولكن أكيد حتى تكون ثم غيابات الملاعبية المعوضين يحبوا يثبتوا جدارتهم بالانتماء لفريق مستقبل جيبس وحمل الزي الأسود والأحمر زي الجليزة. أكيد مروان السعيدي كذلك فراس القادري مهدي سعادة وغيرهم اللي مؤسسين اليوم باش يقدموا مباراة طيبة ويثبتوا أنه عندهم مكان في التشكيلة والتوزيعة. ترجع الكرة من الدفاع ما زالت لصالح اتحاد بن قردين، ثم باسم النفطي يلعب الكرة مع سليم المزليني والإشارة ثم لمسة يد يقول الحكم ضد اللاعب سليم المزليني. شوفوا النقاش نتاع اللاعب سليم المزليني يرفض هذا القرار، ولكن تتلعب الكره والتسديده مباغته قويه يتصدى للحارس، تسديده قويه من شمس الدين السامتي، تسديده ممتازه. وامامكم اللاعب رقم 34 شمس الدين السامتي يسدد حبي بغت والحارس في المكان المناسب يتصدى. البشير بن سعيد معوض عليه العياري اليوم في هذه المباراه، والكره ترجع في مناطق الاتحاد الرياضي ببن قردين. الهجوم لصالح مستقبل جابس والمخالفه، ارتكبت على سليم المزليني. مره اخرى باش نشاهدوا الاعاده، تتلعب المخالفه بسرعه ولا مباغته، تسديده قويه كادت تاتي بالهدف الثاني لفريق اتحاد بن قردين. الكره تعود الان بمخالفه لصالح مستقبل جابس، مخالفه قريبه ماشي بعيده عن مرمى. مروان بريك في 21 دقيقة يعني تقريبا منتصف الفترة الأولى من هذه المباراة اللي لحد الآن ما حناش نشوفه في نسق مرتفع الحقيقة. وعبد الحليم الدراجي ينفذ المخالفة مباشرة وكادت تتغلط الحارس، تضرب في الحارس تبقى لصالح مستقبل جابس، لكن ثمرايا من مساعد الحكم لوجود تسلل ضد هجوم مستقبل جابس. ترجع الكره اذا بمخالفه لصالح اتحاد بن قردين، وطبعا نعرفوا يعني قدره حليم الدراجي. شوفوا تنفيذ المخالفه، قلت كاد يغلط الحارس اللي كان في المكان المناسب، كذلك رجع الكره ثم بعدها جاء التسلل ضد مهدي سعاده، والكره تعود من الحارس مروان بريك مباشره في مناطق مستقبل جيبس. ترجع الكره من شمس الدين السامت والمخالفه ضده لصالح مستقبل جيبس. شاهدنا مراد يعني فرصة تضعيف النتيجة في جهة، وكذلك فرصة أخرى كاد يعدل بها فريق مستقبل جيبس لولا تمركز الحارس مروان بريك بعد مخالفة حليم الدراجي. حليم الدراجي والكرات الثابتة مستقبل جيبس خطير على مستوى الكرات الثابتة، هدف أبيض ملغى وكذلك كرة على مرتين بالنسبة لحارس المرمى مروان بريك، ولو أنه المساعد الثاني كان رفع الراية مشير بوجود مخالفة تسلل. تبقى إلى حد الآن ما زلنا بانتظار ربما ارتفاع أكثر بالنسبة للمستوى الفني. فريق اتحاد بن قردين سجل هدف في الدقيقة الأولى من المباراة، لكن أقبلها ما شاهدنا إلا فرصة كانت قبل قليل عن طريق شمس الدين صامتي حاول يباغت من مسافة تقريبا 30 متر، ولكن الحارس بشير بن سعيد حارس مرمى مستقبل جابس موجود في المكان المناسب. إدريسا كوليبالي كرة ثابتة ينفذها قصيرة، تمشي شمس الدين الصامتي يرجع كرة إلى حسام الدين الطبوبي، يوزع كرة بدون عنوان سهلة تخرج خارج الميدان لضربة مرمى لمستقبل جابس. يمشي الحارس
الحارس البشير بن سعيد يضع الكرة في مكان 5 متر و50 في توقيت نذكر تقريبا 23 دقيقة لعب في الشوط الأول. تنفيذ ضربة المرمى تتجاوز منطقة وسط الميدان. سليم المزليني ما ياخذش كرة، ياخذها قائد الفريق ياسين بوفالغة لكن يسترجعها سيف الدين الجربي. يبقى الهجوم تمشي مروان السعيدي يوزع على مستوى القائم الثاني والتسديد من سليم المزليني. رأسية سليم المزليني تمشي محاذية للقائم الأيمن لحارس مرمى اتحاد بن قردين مروان بريك. تخرج ضربة مرمى، هي أمامكم التوزيعة. سليم المزليني ياخذ كرة في مستوى محور الدفاع ولكن رأسيته كانت خارج المرمى. ضربة 5 متر و50 لفريق الاتحاد الرياضي بن قردين. باش تولى تنفيذها الحارس المرمى مروان بريك. يعطي الحكم إشارة التنفيذ، ينفذ كرة تمشي في اتجاه خالد يحيى. زياد الشاوش ياخذ كرة مرة أولى ومحمد الشيباني مرة ثانية. كورته تخرج خارج أرضية الميدان. رمية التماس لفريق الاتحاد الرياضي ببن قردين داخل مناطق فريق مستقبل جيبس. يحاول يرجع فريق اتحاد بن قردين في المباراة. بالطبيعة يبقى كل شيء جيز إلى نهاية المباراة. هدف مقابل صفر ما هيش نتيجة مريحة أكيد. التنفيذ في اتجاه خالد يحيى، يسقط خالد يحيى، الحكام يقول ما ثم شيء. واصل يتعكس الهجوم لفريق مستقبل جيبس. موجود إدريسا كوليبالي في وسط الميدان يقطع كرة لكن يسترجعها لاعب فريق مستقبل جيبس مهدي سعادة. مهدي سعادة يبقى الهجوم تمشي. حليم الدراجي كورته مخطئة، ياخذها اللاعب محمد علي الطرابلسي ولكن الحكم يعتبر ثم لمس كرة باليد ومخالفة لفريق مستقبل جيبس. تقريبا هو أمامكم اللاعب محمد علي الطرابلسي معار من فريق النادي الصفاقسي لاعب المنتخب الأولمبي. فالحقيقة ثم تقريبا 3 ملاعبية 4 ملاعبية من فريق اتحاد بن قردين موجودين مع منتخب الأمال، خاصة شاركوا في التحضيرات الأخيرة من بينهم جوهر بن حسين وكذلك أحمد الرداوي. يعني ملاعبية، هذا يبين أنه فريق اتحاد بن قردين عنده مستقبل على مستوى العناصر الشابة. الخطأ والمخالفة لفريق مستقبل جيبس كما ذكرت تقريبا 25 متر على مرمى الحارس. مروان بريك التنفيذ تصدم بالجدار وترجع مرة أخرى لمستقبل جيبس. حليم الدراجي تمشي، باسم النفطي أمام منطقة الجزاء لكن ما فهموش زياد الشاوش. كرة تخرج للتماس، رمية التماس دائما لفريق مستقبل جيبس ويبقى لاعب من فريق اتحاد بن قردين هو اللاعب رقم 8 في اللاعب حسام الدين الطبوبي. يبقى ملقى على أرضية ميدان. هو أمامكم التنفيذ والكرة بالطبيعة اصطدمت بحسام الدين الطبوبي، يبقى ملقى على أرضية الميدان بالطبيعة والحكم يأذن الإطار الطبي بالدخول وتقديم الإسعافات. حافظ في توقيت تقريبا 25 دقيقة لعب في الشوط الأول. بالفعل إذن دائما النتيجة على حالها، هدف مقابل صفر، هدف الثواني الأولى في هذه المباراة لخالد يحيى للفريق الضيف الاتحاد الرياضي ببن قردين. وامامكم اسكندر القصري، هل يواصل ام لا في فريق المستقبل الرياضي بجيبس؟ بطبيعه ما نجموش نعرفوا الاجابه. هل تنجح هيئه جليزه في ضمان الاستمراريه على مستوى الاطار الفني وكذلك حتى على مستوى اللاعبين؟ تو نحكيهم بعد، فما بعض المشاكل الماديه خاصه بالنسبه لبعض اللاعبين، ولكن يبقى السؤال هل تنجح هيئة جليزة في المحافظة وضمان الاستمرارية بالنسبة للموسم القادم خاصة على مستوى الإطار الفني؟ نعرف وش عمل اسكندر القصري في السابق يعني في مستقبل جيبس، والعودة مع نهاية هذا الموسم ربما عودة كانت يعني مش في وقتها على اعتبار أنه الفريق عنده 2-3 مباريات، ولكن ربما التفكير كذلك في الموسم القادم. ولكن قلت السؤال ما نجموش نجاوب عليه لأنه فما شرط بالنسبة لإسكندر القصري باش يعطي الأولوية لمستقبل جيبس، ولكن في غياب العروض الخارجية. إذا جاء عرض خارجي باش يتحول يعني يدرب ربما في بعض الدول، في واحدة من دول الخليج، ولكن يقول إذا ما فماش عروض أجنبية خارجية باش نبقى في فريق مستقبل جيبس في الموسم القادم. على كل هذا كلام الكواليس في انتظار الرسميات بعد انتهاء الموسم. تعود الكرة إلى اللعب والتماس قريب من مناطق المستقبل الرياضي بجيبس، تماس الاتحاد بن قردين. ننتظر التنفيذ، تتنفذ الكرة في اتجاه الأسعد الجزيري اللي خذا الرواق الأيمن الجهة اليمين. والأسعد الجزيري نعرفوه لاعب عنده سرعة كبيرة ويحبذ أنه يلعب في الشيرة هذيك، والكرة تعدى شهاب الزغلامي لكن ثم راية ضد شهاب الزغلامي، التسلل ضد مهاجم اتحاد بن قردين، والكرة تعود إذن من محمد الشيباني. في المقابل نعرفه سمير السليمي منذ يعني
الاشراف على الحظوظ فريق اتحاد بنقردين تحسنت النتائج بكل صراحة، يعني وقت اللي جاء لقى الفريق عنده نقطة فقط، لكن الآن نعرفوا لاتحاد بنقردين عنده 20 نقطة، ومرحلة الإياب كانت ممتازة بالنسبة لسمير السليمي لأنه العشرين نقطة فيهم 16 نقطة كاملين في مرحلة الإياب، 4 نقاط في مرحلة الذهاب، ولكن الصعوبات كانت كثيرة والمشاكل اللي تعديت بسمير السليمي اللي طلب في كم من مرة أنه يستقيل من منصبه، لكن تشبثت به هيئة اتحاد بنقردين حتى يكمل الموسم هذا الموسم الرياضي مع فريق اتحاد بنقردين. إشارة فقط حافظ بالنسبة لفريق اتحاد بنقردين، هو حقق انتصار وحيد في كامل مرحلة الذهاب أمام شكون؟ أمام فريق مستقبل جيبس 2 مقابل في بنقردين. نعم، هذا هو بالنسبة للنقطة اللي حبيت أشير بها حافظ. المخالفة لمستقبل جيبس، عبد الحليم الدراجي يرفع الكرة ويخرج الحارس مروان بريك إلى الركنية، تنفيذ ممتاز من عبد الحليم الدراجي، يمشي نفس اللعب الأخصائي الأول في تنفيذ الكرات الثابتة عبد الحليم الدراجي. شوفوا الخروج الحارس مروان بريك أمام كوكبة من اللاعبين يخلي كرة خارج الميدان في ركنية، وعبد الحليم الدراجي من جديد في الكرة الثابتة هذه المرة في ركنية على يمين الحارس مروان بريك. عبد الحليم الدراجي يرفع الكرة والدفاع يتدخل هذه المرة، ومحاولة التسديد لكن بعيدة من باسم النفطي، بعيدة الكرة تمشي مباشرة إلى التماس أو مهدي سعادة. مهدي سعادة هو سحب الكرة الأخيرة، اللاعب رقم 29 أمامكم على الصورة، يخرج كرة مباشرة إلى التماس، والوقت تقريبا 29 دقيقة لعب، يبقى حارس المرمى مروان بريك ملقى على أرضية الميدان، يمشي له الحكم صدق السلمي، وفي انتظار بطبيعة دخول الإطار الطبي لإسعاف الحارس. هذا جانب بطبيعة من الجماهير اللي ماش حاضرة بقوة اليوم بطبيعة نظرا لفقدان الرهان بالنسبة لفريق مستقبل جيبس، وكذلك للغيابات الكبيرة المؤثرة على مردود الفريق. قلت الفريق بلقاش لروبير متاعه اليوم في الملعب، باعتبار أنه الغيابات تقريبا شملت كل المواقع، يعني مراد من حراسة المرمى علي العياري للوسط الميدان اسكندر العقربي، فهمي قاسم نضال سعيد، كذلك لمحور الدفاع صدام بن عزيزة، ثم على مستوى الهجوم كذلك غياب لمجد عامر اللي قلت غادر منذ من قبل يعني لقاء الكاس، عبد العزيز القشي هداف الفريق، هداف الفريق بالفعل اللاعب الجزائري، والقائمة طويلة كنا ذكرناها الكل بالنسبة للاعبين الغايبين. هذا اللعب مازال متوقف إلى حد الآن، النتيجة دائما هدف مقابل صفر لفريق اتحاد بنقردين أمام مستقبل جيبس. ونقولها يعني حافظ خاصة بالنسبة لفريق مستقبل جيبس، أن كل الأمال تقريبا كانت معلقة على الترشح للدور النهائي لكأس تونس، وكانت بين ظفرين بطبيعة بمثابة خيبة الأمل بالنسبة لفريق مستقبل جيبس بعدم بلوغه بالنسبة للدور النهائي لكأس تونس وهزيمته أمام فريق النجم الريدي الساحلي، ومردود ممتاز خاصة بالنسبة لحارس المرمى اللي غايب اليوم، كذلك الحارس علي العياري كذلك عنده قيمته، كذلك لعب مباراة ممتازة أمام فريق النجم الريدي الساحلي. على هذا ربما اليوم نشوفوا يعني فريق مستقبل جيبس ربما ماهوش الاوتوماتيزم دو جو ماهيش موجودة بغياب عديد الملاعبية، وكذلك يعني الركائز نتاعه ماهيش موجودة بالنسبة للقاء اليوم. هذا تقريبا المشكل اللي حكينا فيه يعني منذ البداية، والعقلية ديما نرجع لعقلية الملاعبية نتاعنا في تونس، يعني المباريات الأخيرة إذا كان ما يكونش فيها رهان الملاعبي ما يكونش متحفز ما يكونش موتيفي، وصعب على الإطار الفني وعلى الإطار الإداري باش تحفز ملاعبي وما عندوش هدف مرسوم قدامه. هذا مشكل نتاع عقلية إن شاء الله نتجاوزوه بطبيعة، لأنه كل المباريات لازم تلعب بنفس الروح بنفس العقلية بنفس العزيمة، حتى وإن كانت مباراة لازم تلعب على اسم فريقك على اسم المريول نتاعك. هذا دون يعني أنه نشكوا في اليوم في مستقبل جيبس أنه قاعد يلعب في مباراة عادية، ولكن في ظل الغيابات كما قلت اللي ربما ما عندهش مبرر، فما بعض الملاعبية مصابين صحيح، ولكن فما بعض الملاعبية ربما ما عندهمش مبرر نتاع غياب لا عقوبة ولا إصابة، وهذا كما قلت يدخل في العقلية اللي إن شاء الله تتغير بالنسبة للملاعبية نتاعنا حتى نرتقي أكثر بمستوى كرة القدم التونسية وببطولتنا. نعم، نرجع للمباراة بكرة ثابتة لفريق اتحاد بنقردين، حسام الدين الطبوب يضع الكرة مكان تنفيذ ضربة الخطأ لفريق الاتحاد الرياضي بنقردين، متقدم في النتيجة هدف مقابل صفر. التنفيذ حسام الدين الطبوبي تمشي في اتجاه ياسين بوفالغة، ينزل للمعاضة ولكن يرتكب الخطأ على حارس المرمى بشير بن سعيد، تتنفذ بسرعة ضربة الخطأ، تمشي مروان السعيدي، يجي الكرة يلعب إلى مهدي سعادة، مهدي سعادة يغير اللعب إلى زياد الشاوش،
يلعب في الرواق الايسر 35 سنه، يعني اكثر من محطه بالنسبه لهذا اللاعب. فريق اولمبيك سيدي بوزيد يعني وكذلك مستقبل جابس وترجي جرجيس وغيرها. تبقى الكره حليم الدراجي يغير اللعب كليا في اتجاه مروان السعيدي، ولكن كورته كانت بعيده على مروان السعيدي، تمشي اقرب الى حارس المرمى، تخرج خارج ارضيه الميدان. ضربه 5.50 متر لفريق الاتحاد الرياضي ببنقردان. على الصوره مروان بريك حارس مرمى فريق اتحاد بنقردان يضع الكره في مكان تنفيذ ضربه المرمى، يعطي الحكم صادق السلمي اشاره التنفيذ، ينفذ الكره باتجاه شهاب الزغلامي، لكن ياخذ كره قبلها محمد الشيباني بالراس مره اولى، مهدي سعاده مره ثانيه، محمد علي طرابلسي من اتحاد بنقردان بالراس، تمشي شهاب الزغلامي يسترجعها محمد علي طرابلسي مره ثانيه، مهدي سعاده مره ثالثه، وكذلك ياخذها باسم النفطي، ولكن الخطا والمخالفه يتم ارتكابها على باسم النفطي. تتنفذ بسرعه ضربه الخطا، تمشي زياد الشاوش، عبد الحليم الدراجي في خطه جناح ايسر زياد الشاوش، ولكن التغطيه كانت ممتازه من مدافع فريق اتحاد بنقردان قبل ما تخرج الكره، يقطعها ويعكس بها الهجوم محمد علي الطرابلسي، هجوم لفريق اتحاد بنقردان، ولكن الكره كانت بعيده تخرج خارج ارضيه الميدان. رمي التماس لمستقبل جابس، تنفذ التماس بسرعه مهدي سعاده، يلعب كره مروان السعيدي، يتقدم بالكره داخل منطقه فريق اتحاد بنقردان، يحاول يلعب مع اللاعب سليم المزليني، تمشي باسم النفطي، عبد الحليم الدراجي كورته مخطئه، ياخذها اللاعب حسام الدين الطبوبي، كورتو يوزع كرة، لكن موجود حسام الزرلي في التغطية بإزدواجية، لكن مرة أولى ومرة ثانية بالنسبة لحسام الزرلي، يعطي الكرة باسم النفطي مرة أخرى في وسط الميدان ولد القوافل، لعب كذلك مع فريق الاتحاد الرياضي المونستيري زياد الشاوش، باسم النفطي لاعب منضبط وممتاز جدا باسم النفطي، ترجع مرة أخرى زياد الشاوش، تبادل الكرة بين لاعبية مستقبل جابس، التوزيع والكرة تبقى دائما عند مستقبل جابس قبل ما تخرج، تبقى الكرة والهجوم لفريق مستقبل جابس، والمرة أخرى عبد الحليم الدراجي، عبد الحليم الدراجي يعمل تغطية على الكرة، يضطر فريق مستقبل جابس أن يرجع الكرة إلى الخلف باعتبار الكثافة الدفاعية لملاعبية اتحاد بنقردان. حسام الزرلي يعطي الكرة إلى مهدي سعادة مرة أخرى، ترجع محمد الشيباني في محور دفاع فريق مستقبل جابس، حسام الزرلي ثنائي جديد اليوم في محور دفاع مستقبل جابس، حسام الزرلي يرجع كرة من مكان بعيد إلى حارس المرمى بشير بن سعيد بالساق، يعطي كرة إلى محمد الشيباني وضغط من ملاعبية اتحاد بنقردان على حامل الكرة، تمشي مهدي سعادة، عبد الحليم الدراجي، يخرج زياد الشاوش، ولكن الكرة تخرج ولكن لفريق مستقبل جابس بعد ما صدمت بلاعب من فريق اتحاد بنقردان. الكرة والتماس زياد الشاوش أمامكم مع الصورة، ينفذ الكرة، يبقى الهجوم لفريق مستقبل جابس، المراوغة ممتازة جدا والتغطية الرفلكس كان حاضر من مدافع فريق اتحاد بنقردان، يقطع الكرة مرة أولى ومرة ثانية وإبعاد الخطر في توقيت حافظ تقريبا 36 دقيقة لعب في الشوط الأول. اتحاد بنقردان الفريق الضيف يتقدم أمام الفريق المضيف مستقبل جابس هدف مقابل صفر هنا في ملعب جابس الأولمبي. مستقبل جابس دائما يضغط في مناطق الاتحاد الرياضي ببنقردان ويحاول تعديل النتيجة في الشوط الأول سيف الدين الجربي، وتبقى الكرة لصالح مستقبل جابس، التوزيع ياخذ الكرة مهدي سعادة وثم تتواصل العملية، لكن الدفاع يحاول يقطع الكرة تعود عند باسم النفطي، بدل اتجاه الكرة لعبد الحليم الدراجي باش يعمل التسديد يسدد والكادي غلط الحارس مرة أخرى، عبد الحليم الدراجي مرة أخرى على مستوى التسديد من بعيد، أو اللعب أمامكم ممتاز جدا على مستوى الكرات الثابتة وحتى على مستوى التسديد من بعيد، يعني الحارس على مرتين ياخذ الكرة ثاني مرة، المرة الأولى عبد الحليم الدراجي قلت أمامكم في كرة ثابتة كيف كيف على مرتين بالنسبة للحارس، والكرة هذه اختار أنه يسدد عبد الحليم الدراجي، ومرة أخرى الحارس كادت تباخته هذه الكرة، والهجوم لصالح اتحاد بنقردان، التسديدة الجانبية، التسديدة الجانبية خارج الميدان ضربة مرمى، الكرة الأخيرة كانت لصالح اتحاد بنقردان بعد تسديدة قوية من عبد الحليم الدراجي، شمس الدين السامتي يسدد هو الآخر، ولكن كورته جانبية، تعود الكرة لصالح مستقبل جابس داخل مناطق الجزاء ويدخل الدفاع، والحكم ماذا يقول؟ الحكم يقول مخالفة لدفاع فريق اتحاد بنقردان، ترجع الكرة إذن للفريق الضيف ياسين بوفيلغا، على فكرة هذا المدافع 28 سنة
أكثر لاعب خلال توقيت لعب وشارك في المباريات 2020 دقيقة، لعب 23 مباراة، يعني من اللاعبين الأساسيين واللي عندهم قيمة كبيرة في فريق اتحاد بن قردين، قائد فريق وقائد الدفاع 23 مباراة، وسجل هدف في هذا الموسم ياسين بوفيلغا. ترجع الكرة أيضا لصالح اتحاد بن قردين، بعده يجي دريسا كوليبالي 30 سنة، 1945 دقيقة، لعب 22 مباراة، أبرز اللاعبين في اتحاد بن قردين. الكرة ستعود لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردين في مناطق مستقبل جيبس. خالد يحيى يتحصل على المخالفة الجانبية، خالد يحيى كذلك من اللاعبية اللي برزوا هذا الموسم بعد تقريبا نفس التجارب اللي قام بهم زميله الأسعد الجزيري، لعب في النجم الرياضي الساحلي في مستقبل مرسى ثم في الاتحاد الرياضي ببن قردين. ننتظر تنفيذ المخالفة لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردين. أحمد الرداوي كذلك لعب عنده قدرات كبيرة على مستوى تنفيذ الكرات الثابتة، أحمد الرداوي ينفذ المخالفة في القائم الأول، ترجع من الدفاع والكرة مازالت لصالح اتحاد بن قردين، تبقى الكرة عند حسام التبوبي يلعب مع خالد يحيى، يخرج كرة لكن ثم الدفاع حسام زرلي. حسام زرلي يلعب اليوم المباراة يعني مع محمد الشيباني في محور تقريبا جديد في غياب عبد العزيز القشي وصدام بن عزيزة، اليوم محور دفاع جديد نجم نقوله حسام زرلي محمد الشيباني. والكرة ترجع بتماس طويل من إدريسا والمخالفة ضد شمس الدين السامتي لصالح مستقبل جيبس. 39 دقيقة بالضبط في هذه المباراة مشاهدين الكرام، دائما التقدم لاتحاد بن قردين هدف مقابل صفر. ما زلنا نبحث عن مستوى في هذا اللقاء، لكن إلى حد الآن إيقاع المباراة يبدو بطيء حسب يعني مشاهدنا في الشوط الأول، باستثناء بعض العمليات خاصة من جانب اتحاد بن قردين الوقت اللي حاب يلعب الهجومات المعاكسة السريعة، يحاول يعطي نسق باش يخلط في ظروف طيبة في مناطق مستقبل جابس. في المقابل مستقبل جابس قام بالعديد من الهجومات المنسقة، حاول يضغط على فريق اتحاد بن قردين في مناطقه بالاعتماد خاصة على التمريرات من باسم النفطي، كذلك عبد الحليم الدراجي باتجاه سليم المزديني، كذلك دور سيف الدين الجربي كان واضح على مستوى اللعب كذلك اللي يعطي الكرة، ولكن حتى الآن مستقبل جابس ما تمكنش مراد من تعديل النتيجة. مستقبل جابس ما تمكنش إلى حد الآن من تعديل النتيجة، بالطبيعة واضح أنه ربما الثقل الهجومي بالنسبة لسليم المزليني ولا سيف الدين جربي ما هوش ظاهر برشا، ما ثماش ربما ثقل هجومي على دفاع فريق اتحاد بن قردين. الشيء اللي لاحظناه أنه ربما على مستوى الكرة الثابتة أو من خلال التسديدات القوية تمشي كرة بس من نفطي مروان السعيدي في هجومي عاوة يحاول يجرب حظه مروان السعيدي، ولكن كورته تمشي بعيدة. ربما النقطة المضيئة حافظ سامحني في هذه المباراة بالنسبة للملاعبية الزوز فرق أنهم كل ما اقتربوا من منطقة الجزاء إلا ويسدوا الكرات والتسديدات كانت موجودة. بالضبط هذا جيت باش نقول لك مراد، يعني يخلط في كل مرة مستقبل جيمس قاعد يخلط 30 متر الأخيرة بتاع فريق اتحاد بن قردين، ولكن غياب اللمسة تخلي بعض اللاعبين يختاروا أنهم يسدوا من بعيد. نعم هذا ربما أبرز الملاحظات إلى حد الآن تقريبا بعد 40 دقيقة لعب في الشوط الأول بالنسبة لفريق اتحاد بن قردين. واضح أنه يحب يستغل تقدم ربما فريق مستقبل جيمس واللعب خاصة على الهجومات المعاكسة، وسهل المهمة شوية دفاع فريق مستقبل جيمس من حين لآخر يلعب بخطة التسلل بتبيع، ونعرف ثم ملاعبية سريعين كما الأسعد الجزيري وإلا خالد يحيى أو كذلك شهاب الزغلامي في كل لحظة ينجم يصنع لك اختراع. وخالد يحيى أمامكم على الصورة في هجوم لفريق اتحاد بن قردين، يطلب كرة شهاب الزغلامي، تبقى كرة خالد يحيى يحاول يراوغ سريع، خالد يحيى يوزع الكرة ولكن حسام الزرلي كان موجود في الضغط على مستوى منطقة الستة أمتار، يبعد كرة لكن مخطئة تمشي محد علي الطرابلسي، ترجع الكرة لفريق اتحاد بن قردين يقترب منطقة الجزاء، سلسلة من المراوغات يحتفظ بالكرة شمس الدين الصامتي، ترجع الكرة التوزيع خطيرة وحسام الزرلي يبعد الكرة لضربة الزاوية لسعد الجزيري، كان في هجوم لفريق اتحاد بن قردين ولكن حسام الزرلي كان موجود على مستوى القائم الأول، كان موجود في التغطية. هاو أمامكم على الصورة يخرج الكرة ضربة زاوية لفريق اتحاد بن قردين يمشي لتنفيذها اللاعب حسام الدين الطبوبي في تنفيذ ضربة الزاوية لفريق اتحاد بن قردين.
من حين لاخر فريق اتحاد بن قردين يرفع في النسق وفي بعض الاحيان يخفض نسبيا في النسق بالطبيعه بحسب بالطبيعه وضعيه المنافس وبطبيعه تموقعه الدفاعي. شمس الدين حسام الدين الطبوبي في تنفيذ ضربه الزاويه يعطي الحكم اشاره التنفيذ، يصعد ما ياخذش الكره اللاعب شهاب الزغلامي يمشي لكن ياخذها لاعب فريق الاتحاد الرياضي ببن قردين اللاعب خالد يحيى، ولكن الكره خرجت رمي التماس لفريق مستقبل جابس. مروان السعيد ينفذ التماس تمشي مهدي سعاده يرجع كره حسام زريلي بدون عنوان كورته تمشي خارج ارضيه الميدان، رميه التماس لفريق الاتحاد الرياضي ببن قردين يمشي لتنفيذ التماس جوهر بن حسين الظهير الايمن في تشكيلة المدرب سمير السليمي أمامكم على الصورة في تنفيذ التماس لاعب الرواق الأيمن ينفذ الكرة في اتجاه خالد يحيى مرة أخرى ولكن التغطية كانت موجودة من محمد الشيباني يخرج الكرة للتماس رمي التماس مرة أخرى لاتحاد بن قردين اللي يربح بعض الأمتار داخل منطقة فريق مستقبل جابس في هذه اللحظات الأخيرة من هذا الشوط الأول. دائما تقدم اتحاد بن قردين هدف مقابل صفر تنفذ التماس ولكن الكرة تخرج خارج أرضية الميدان ضربة 550 لفريق مستقبل جابس. تولى تنفيذها حارس المرمى بشير بن سعيد، بشير بن سعيد يعطي الحكم إشارة التنفيذ ينفذ آخر مباراة لعبها في المتلوي أمام فريق النجم الرياضي بالمتلوي بالنسبة لهذا الحارس وقت اللي تمت معاقبة الحارس علي العياري مخالفة والخطأ لفريق الاتحاد الرياضي بن قردين. أمامكم على الصورة لاعب فريق الاتحاد الرياضي بن قردين أعتقد شمس الدين الصامتي أعتقد ثبت في رقم اللاعب والخطأ لفريق اتحاد بن قردين إدريس كوليبالي باش يتولى تنفيذ الخطأ هاي المخالفة اللي تم ارتكابها والحكم ما كانش بعيد برشا على مكان المخالفة. إدريس كوليبالي ينفذ كرة في اتجاه اللاعب خالد يحيى يعمل تغطية على الكرة مع اللاعب محمد الشيباني عملية واحد اثنين خطيرة الكرة لفريق اتحاد بن قردين والكرة والتصدي والامتياز لحارس المرمى البشير بن سعيد فرصة ضيعة على فريق اتحاد بن قردين من أجل إضافة الثاني وشكون اللي حرمها حرمها حارس المرمى بشير بن سعيد شمس الدين الصامتي وجه لوجه ولكن الحارس بشير بن سعيد يتألق ويخرج الكرة للركنية ضربة زاوية لفريق اتحاد بن قردين. هاي الصورة هاي الإعادة أمامكم المراوغة بحسام الدين الزرلي التسديد والتألق والامتياز للحارس البشير بن سعيد تنفذ ضربة الزاوية التوزيع ولكن الحارس يبعد الكرة بالبوكس ترجع عبد الحليم الدراجي يعكس بها الهجوم لفريق مستقبل جابس تمشي لسليم المزليني سليم المزليني معاه محمد علي الطرابلسي يصعد زياد الشاوش للمعادة ولكن تمريرته كانت مخطئة تمشي لحارس المرمى. فرصة كبيرة إذا نذيع على فريق اتحاد بن قردين زوز دقائق وقت مبدد في الشوط الأول باش نعيشوا الآن زوز دقائق لأنه أدركنا دقيقة 45 قلت فرصة كبيرة تضيع ولكن ما ننساوش التمريرة الذكية ياسر نتاع الأسعد الجزيري الشمس الدين السامتي اللي عمل جيست تكنيك عمل المراوغة عمل كل شيء ولكن الحارس تألق وخرج الكرة إلى الركنية بعد عملية ممتازة جدا من اتحاد بن قردين انطلقت تقريبا من المخالفة اللي تحصل عليها حسام الطبوبي ثم التمريرة ممتازة جدا من لاعب عنده رؤية الحقيقة الأسعد الجزيري لشمس الدين السامتي اللي كان في موقع ممتاز جدا عمل المراوغة بالمدافع ولكن تسديدته تصدي لها الحارس بشير بن سعيد على كل فرصة كبيرة فرصة تضعيف النتيجة في سيناريو طيب جدا مع نهاية الشوط تذيع على اتحاد بن قردين لأنه كان يخرج ب2-0 يكون يعني يخرج الشوط براحة كبيرة ياسر في حجرات الملابس ولكن الحارس بشير بن سعيد منع شمس الدين السامتي ربما من هذا الهدف اللي كما قلت قد يكون يعطي راحة كبيرة لفريق اتحاد بن قردين في الشوط الثاني. عنده الكرة اتحاد بن قردين يتواصل الهجوم عن طريق اللاعب أحمد الرداوي ثم توزيع والدفاع ترجع له الكرة الرداوي يخلي الكرة تخرج إلى تماس تماس لصالح اتحاد بن قردين تقريبا بعض الثواني لنهاية الشوط الأول. مشاهدينا الكرام قلت زوز دقائق أضاف محكم المباراة في هذه الفترة الأولى من اللقاء والتماس أحمد الرداوي نفس اللاعب اللي كانت عنده الكرة باش ينفذ التماس يلعب الكرة مع شمس الدين السامتي الرداوي في التوزيع وشهاب الزغلامي ثمرايا دخل من موقع تسلل كان في التسلل ورجع إذا تسلل ومخالفة لصالح المستقبل الرياضي بجيبس تقريبا بعض الثواني قلت لنهاية هذا الشوط الأول اللي شاهدنا فيه هدف
وشاهدنا فيه بعض الفرص من هذا الجانب وذاك، لكن الفرص الخطيرة بكل صراحة كانت الاتحاد بن قردين، لأنه مستقبل جابس كان في كل مرة يخلط لمناطق اتحاد بن قردين، ولكن ما كانتش عنده الإمكانية متى اللمسة الأخيرة متى التمريرة الأخيرة باش يعمل اللي يصنع الفارق. اتحاد بن قردين في المقابل اللمسة الأخيرة كانت موجودة من الأسعد الجزيري، ولكن شمس الدين السامتي ما تمكنش من إضافة الهدف الثاني. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة في هذا الشوط الأول، باش نمشيو إلى فاصل قصير إشهاري ثم مباشرة إلى البلاتو التحليلي مع حيدر وضيوفه مبارك وجمال، تفضلوا.